مستر راشال طبعا لو اتكلم عليه من الناس المحترمه جدا، من الناس المدربين الكويسين واللي عندهم سي في محترم جدا. واكيد النادي الاهلي لما هيتكلم مع مدرب هيجيب احسن مدرب من احسن المدربين على مستوى العالم. فاكيد مستر لاسارتي من واحد من المدربين المحترمين، المدربين المميزين اللي عندهم زي ما بيقولوا كده روح النادي الاهلي. والناس طبعا شافت الماتشات اللي عملها مش هقول الانجازات اللي عملها، ماتشات كويسه والانجازات ان شاء الله بعد كده جايه باذن الله، الانجازات يعني تاخد بطوله. فالماتشات والمباريات اللي فاتت بصراحه عملها بطريقه كويسه، والناس شافت اللي هو مدرب مميز، مدرب محترم جدا، مدرب يليق على النادي الاهلي. بقوله طبعا اهلا بيك في قناه الاهلي، وان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء. الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحترمه، الناس كلها عايزه تنجح معاه وهو عايز ينجح معانا، وده اللي بيقوله على طول. اهم حاجه تلعب على الشعار، شعار كده على الشعار بتاع النادي الاهلي. اهم حاجه يكون النادي الاهلي رقم واحد، اهم حاجه اللي هو يخلينا احسن فريق في العالم. بس على حضرتك وبقول لك مبسوطين ان انت تكون على القناه النهارده، هنتفرج عليك طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه تحقق مزيد من البطولات مع النادي الاهلي باذن الله. نادي كبير، نادي عظيم، فباذن الله تحقق مزيد من البطولات. بيتعامل مع الناس كلها كويس، الناس كلها بتتمرن كويس معاه، هو تمريناته كل يوم فيها تمرينات جديده، تمرينات كويسه يعني بنستفاد منه كتير، وهو من الشخصيات الكويسه وبنتعلم منه. في نهاية كلامي أنا بتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نرفع بطولة مع بعضينا وتكون أنت صاحب البطولة دي بإذن الله. مستر لاسارت طبعا شخصية كويسة جدا، وبعامل الناس كلها باحترام، وبعامل الناس كلها سواسية بصراحة يعني. وان شاء الله تتوج ببطولات في النادي الاهلي ويرجع امجاد النادي الاهلي تاني، ونتوج باول بطولة الدوري، وناخد بعدها افريقيا والكاس، ناخد كل البطولات ان شاء الله. ان شاء الله يحقق بطولات مع النادي الاهلي، واي مدرب موجود في النادي الاهلي لازم يكون رقم واحد اللي هو يحقق البطولات، والسنه دي ان شاء الله ويكون مكسب لينا ان شاء الله للفرقه، وان شاء الله احنا نقدر نساعده واللي جاي احسن لينا ان شاء الله. طبعا بحيي مستر مارتن طبعا على قناه الاهلي طبعا، ومع كابتن اسلام طبعا، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه وتعجب الجمهور طبعا. يعني عايز اتكلم ان هو الفتره اللي فاتت دي كان معانا، عايز اتكلم ان هو من الشخصيات القويه اللي الواحد بيتعامل معاها، وبصراحه بيتعامل مع لعيبه كويس جدا، وعلى طول بيبقى سبورت عامه للعيبه اللي موجوده، وعامه عنده حماس كتير في الماتشات وبيدينا الحماس قبل المباريات. طموحاتنا طبعا مع مستر مارتن طبعا الفتره الجايه، طبعا طموحات النادي الاهلي عامه معروفه ان احنا دوري طبعا اللي احنا ان شاء الله نركز فيه، عندنا ماتش مهم الماتش الجاي ونركز الفتره الجايه معاه. وطبعا طموحاتنا اللي احنا ناخد البطوله الدوري وبطوله افريقيا، اي بطوله بنخش فيها طبعا بيبقى طموحاتنا كلها اللي احنا لازم ناخدها، دي سمه النادي الاهلي عامه. وطبعا هو على طول بيتكلم معانا في المواضيع دي، في البطولات الكلام ده كله بناخدها واحده واحده، والماتشات بناخدها واحده واحده، وعلى طول بيتكلم معانا في اي ماتش بيبقى هو حماسي جدا في المباريات. وان شاء الله ناخد البطولات اللي جايه ان شاء الله، ونسعى معاه ان احنا ناخد معاه البطولات ان شاء الله. طبعا انا مبسوط طبعا انت موجود في قناه الاهلي، قناه الاهلي طبعا يعني حاجه كويسه للنادي وبتظهر كل حاجه ومعانا في كل حته، دي اول حاجه. وتاني حاجه طبعا يعني حابب اتكلم على شخصيه مستر لاسارتي، يعني مدرب محترم وشخصيه كويسه، بيتكلم مع اللعيبه كلها وبيتكلم معاهم باحترام، بيتكلم معاهم كويس، بيعرف يطلع كل لعيب عنده ايه.
بيعرف يتعامل مع اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه. وانا مبسوط ان انا اتمرنت معاه الفتره ديت، وهو مدرب كويس وان شاء الله يكمل معانا ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. طبعا بمس على لازرتي، برحب بيه طبعا النهارده على النادي الاهلي، ورب يعمل حلقه كويسه وتسعد الجماهير كلها. انا عايز بس اتكلم اقول كلمتين. معانا في التمرين كويس، وبعمل اللعيبه كلها واحد كبير زي الصغير، طبعا بيدي لكل واحد حقه، شايف كل واحد في التمرين بيتمرن كويس، اللي بيدخل اللي ما بيتمرنش برده بيتكلم معاهم، بيعاملنا كلنا كواحد يعني. طبعا هو حماسي جدا في التمرين وقبل الماتشات، بيدينا دفعه معنويه كويسه قوي للي هيلعب واللي مش هيلعب، وبيعمل اللعيبه كلها باحترام وكله زي بعضه. فطبعا بتمنى له التوفيق، ويا رب يعمل معانا حاجه تفرق في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. مساء الخير عليكم مستر لازارتي، مساء الخير عليك كمان، ان شاء الله تعمل حلقه كويسه النهارده. حبيت بس ان انا اطلع اتكلم على شخصيه كابتن لازارتي شويه، ان هو راجل متحمس جدا للنادي الاهلي، وانه يحقق نتائج كويسه جدا جدا جدا، وشخصيه محترمه جدا، وعارف يتعامل مع اللعيبه بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله نحقق مع بعض نجاح ان شاء الله، والسنه دي ان شاء الله ناخد الدوري افريقيا باذن الله.